ودعتك نهاد؟ ايه شو حكيت؟ والله حكينا كتير شغلات، حكينا شغلات كان لازم نحكيها من زمان. قالت لك انه فاتن طاير عقلها؟ ايه اكيد طبعا طبيعي، يعني بالاخير بدهم يكبروا ويروحوا. فادي بس انا مضطرة استأذن منك لانه بدي طعم يزن، اذا بدك بس خلص برجع بحكي معك. لا لا مو مشكلة، تصبحي على خير. ما شو هاد؟ ولا شيء ولا شيء، بديت بالحبوب وهلا وصلت للشم، شو صاير لك؟ يعني ضروري يكون صاير لي شيء لحتى ارفع عن نفسي. عم تصير مدمن؟ لا لا هذا ما بيخوف. شو لكان هذا بيخوف؟ الهروين هداك حقيقي. هاد شو؟ هذا تسلاي. تسلايه؟ تعرف شو الفرق بيني وبينك؟ شو؟ الفرق انه انا صرت اعرف حالي اني وصلت للحضيض بعد ما تركتني مرتي، اما انت لا. فكرك يعني اذا مرتك شفقت عليك بعد ما مرضت وصارت تمسك ايدك تاخذك الصبح تعمل رياضة انه رجعت لك؟ هي ما رجعت لك، كذب على العملية، هي ما رجعت لك. ما بقدر لك شيء. طيب ليش؟ ما بعرف. لأنك مو واثقة من مشاعرك. ايه عن جد أنا هلأ كتير بحالة صعبة. وامتى بتصيري واثقة؟ ما بعرف. وانا بهالحالة شو لازم اعمل؟ على راحتك. عن جد انا ما بعرف شو، اعمل اللي بدك اياه. طيب تنصحيني طول بالي؟ اجت ماما نحكي بعدين، باي باي. سكرتي التليفون فجأة لما شفتيني؟ خلصنا حكي.
انت ليش هيك عم تعملي؟ شو عملت؟ انت ليش مصره تخليني عم حس كل الوقت انه انت بتحتقريني؟ انت امي ما بصير احتقرك. ومع هيك انت مصره تحسسيني كانه انا عملت لك شيء، ولك انا شو عملت لك؟ ولا شيء. فعي لهون خلينا نحكي. شو بدك تحكي؟ انت ليش عم تكذبي علي؟ وانت كمان كذبتي علي. انا كذبت عليكي لانه ما كان فيني اقول لك الحقيقه، وانا هلا ما فيني اقول لك الحقيقه. انا امك وانت بنتي، في فرق. وشو الفرق؟ الفرق انه انت لساتك صغيره، في شغلات كثير بالدنيا ما بتفهميها. وانا كنت تعبانه ومتضايقه. عدنان راح وتجوز. قلت بس لارجع مثل ما كنت بقعد وبحكي لك، بلكي بتفهمي. بس انت لما بتكذبي علي بتكوني عم تعملي شيء من ورا ظهري. ولك انا بخاف عليكي. انت لساتك كثير صغيره على الدنيا. لا مو صحيح. انت لما خبيتي علي حسستيني انه انا وحده غريبه عنك. ولو حسستيني انه انا واقفه بوجهك ولولايك تزوجتي لعدنان. ورحتي حكيتي لرويده وعايده لانه صاروا اقرب مني. انت ليش ما رحتي لعند سلمى؟ لانه كانت مو فاضيه. ولعند مين رحتي؟ ما رحت لعند حدا وما بدي حدا. وهلا مع مين كنتي عم تحكي؟ قلت لك مع يارا. مو صحيح كذابه. ما كنتي عم تحكي مع يارا، لانه لو كنتي عم تحكي مع يارا كنتي قلتي لي بتسلم عليكي، بس انت اول ما شفتيني سكرتي التليفون. هاد كان زمان، لما كنتي تسالي تقولي لي سلمي لي على يارا، هلا ما عاد سالتي ولا عاد سلمتي علي. ولك ساعديني، انا على الاقل عم حاول ساعديني. لو ما تركك عدنان ما كنتي حاولتي تعملي شيء. لا مو صحيح. مو صحيح وانت بتعرفي انه مو صحيح. شو هالرواق؟ رايق مبسوط؟ شو على بالك؟ ما بدك اياها؟ والله ايامك حلوة. الدنيا حلوة وظريفة. بتفيق الصبح بجيبوا لك قنينة الحليب. تجي لعند ماما تحملك على ايدها. مين قدها؟ منى
ما بدي، بروح لحالي. يلا باي. نعمل خمسة اليوم. مين قال هيك؟ الدكتور؟ من زمان قال هيك بس أنا خفت. مرقت عليك نهاد؟ امبارح قلت لك. مو مصدق أنت تسافر. عايدة جيبي يا زلمة ارجعي. رح أعمل جهد أحبه. بوعدك. ليش ما عم تردي؟ لأنه إذا فشلنا هالمرة رح تكون كارثة بالنسبة لي. بالنسبة إلي شو؟ مو كارثة؟ وقتها ما رح أقدر أرجع حتى مثل ما نحن هلا. بس لازم تعطيني فرصة. وإذا فشلنا، إذا قلبك ما انفتح. المهم إني حاول. كان من شانك بحبه. أنا هذا اللي ما بدي إياه. بدي إياك تحبه إله مو مشان. هاد ماهر وضعه مو مريحني. شبه؟ ما بعرف، كركبة وإحباط ومهدئات وما بعرف شو. اوف 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 اوف، والنسوان اللي كانوا معربطين فيه وينه؟ ما في حدا. رويدة شو أخبارها؟ ماشي حالها، عم تدبر لحالها جوازها. لازم له؟ ما بعرف. شغلك كيف؟ ماشي. كان في واحد اسمه عدنان بيعرفه عصام، كان بده يعمر بيته ويفتح مزرعة، وقف بسبب الأزمة. والله كان مشروع ظريف. هلا عم بيشتغل بالقديم، جديد ما في شيء. عدنان كان بده إياها لهالة. منى لما عرفت إنه أمها مجرد تفكير فكرت بحدا غيرها كانت رح تجن. طبعا هالة ما بتزعلها. مو ظلم هاد؟ بس هو ما بيعرف انه نحن قرايب. ما عندي فكرة. عصام هو اللي عرفهم على بعض. كان بده هدية، أخذوا لعنده على المحل. وهيك صار. يمكن أنت ما بقى معك مصاري. لا معي معي. خلي هدول معي. لا ما اذا بتريدي لا تصدقيني. مرحبا. هلا. كيفك هلا؟ تمام. رشا مدامتي. هلا وسهلا. شو بتعملوا؟ رشا بدها تشتري شوية اغراض، فقلت لها ما إلي غير هالة. هالة مزوقة كتير ما هيك؟ مبين إنك كتير مزوقة من الديكور. شكرا. تفضلوا، محل تحت امركم. أهلين، شو بتعملي؟ كيف يعني شو بعمل؟ إيه نحن كلنا منا. شو بك يا جنيتي؟ ايه ايه ولو مثل ما عمدتك. فهمت فهمت. ايه بس بكره بتحكي لي كل شيء. ايه
ايه ايه اكيد اكيد. بكره بنلتقي؟ مثل العادة. اه طيب شو بعمل هلا؟ بسكر ولا بقول لك باي ولا شو؟ يعطيك العافية أبو وليد. اه خلص يلا باي باي. بدك تقيسي هدول؟ تفضلي هون غرفة القياس. شكرا. كيفك؟ منيحة. منيحة منيحة ولا منيحة؟ ماشي الحال الحمد لله. كيف شفتي ليا؟ مين؟ لا رشا مرتي. منيحة. يعني عجبتك؟ ايه حبيبتي عم بسألك إذا عجبتك ولا ما عجبتك القطعة، حبيتي شي منه؟ ايه كثير حبيتهم. حبيبي بعرفك ما بتحب نزلة السوق بس أنت اليوم جبتني، يعني بدك تطول بالك. ولا يهمك حياتي، أنا بالي ما في أطول منه. كيف الموسم؟ ما في موسم بهاليومين. ما بدك تقولي لي كيف؟ ما بدك. طيب امتى بيكون الموسم شغال منيح؟ قبل الاعياد. حبيت هي. يعني بدك تاخديها؟ شو يعني حبيتها؟ يعني بجوز انه انت مالك حامله مصاري وحابه اضب لك اياها على جنب. لا اعوذ بالله، شو بيت السبع ما بيخلى من العظام. تفضلي حياتي. ونحن ما بنزل اسعارنا ثابته. بيقولوا بالعاده معوضين. والله ما رعيتي يعني، انا ما عرفني شو اللي عندي. اهلا وسهلا. يلا باي باي، شوفك على خير. اهلا وسهلا. مانك منيحة بالمرة؟ معقول كنتي عم تكذبي؟ باي باي. سمعته عم يحكي معه الصبح. شو قلتي؟ فاتي كان عم يحكي مع يزن الصبح، ويزن كان عم يضحك. أول مرة بشوفه عم يحكي مع أولاد صغار. بعدين لما مشينا الصبح قال لي تعي نرجع أنا وياكي، وأنا بحاول حبه مشانك. بصير يحبه مشاني؟ ما بعرف. وأنا ما بعرف كيف بده يكون هذا الحب يعني.
على كل يعني قلت له ما بدي اياك تحبه مشان. صحي اليوم 40 ام عزيز. امك عم تقرا لنا الختمه على روحها. الله يرحمه. الله يرحمه. صار ماري 40 يوم على موتها؟ ماني بمزاج طلع اليوم، هي بالمطبخ عايدة. هاتي يلا يلا بروح لنتي يلا. أنا كتير بحبه هذا المحل. حلو. بس شو؟ ولا شيء. لا كان في بتمك حكي بدك تحكي. لا بس كنت بدي أسألك أنت بتحبه لأنه هو حلو ولا لأنه لك ذكريات فيه؟ أنا بيجي كتير أنا ورفقاتي لهون وإلي ذكريات فيه. بس بحبه لأني بحبه. أكيد بكرة رح بيصير عنا كتير ذكريات بهي البلد أنا وياك. ما بعرف بس أنا صراحة أنا بحس حالي هون مثل السايحة، والسايح قد ما راح وإجا آخر شي مرجوعه لبلده مثلنا أنا وياك. قد ما سافرنا آخر شي مرجعنا لبلدنا. كريم أنا رويدة، وينك هلأ بدي أحكي معك؟ أنا هون على باب المكتب، عم استنى نادية لتطلع. لكن انزل عندي بدي أحكي معك. شو بدك تقولي؟ ما بعرف، مشان الله قوليلي. يا أختي ما بعرف، اللي بيطلع معي؟ خاف تخوفيه يروح وما عاد يرجع. بلا لوين بده يروح؟ ما بعرف. مو أنت كنتي خايفة إنه ما رح يتصل؟ حيتصل. إيه؟ شو قالك؟ قال ما بيقدر يعيش بلاكي. إذا ما بيقدر يعيش بلاكي، لوين بده يروح؟ بس بلكي انت ما بتثقي فيه؟ طبعا بس قد ما كان. مرحبا. كيفك؟ اشتقت لك. وانا كمان. بحياتك لا عاد تزعلني. ان شاء الله موت. لا بعيد الشر لا تقول هيك. يلا روح ست رويدة بدها اياك. شو بدها؟ ما بعرف، خلص روح لا تخاف. بتحبيني؟ بموت فيك. يلا روح. انا راح اسمح لنفسي اتدخل. بس لأنه بتهمني نادية وبيهمني مستقبلها. بتحبها؟ بتموني ست رويدة. ايه بس انت ما جاوبني. بتحبها؟ اكيد. يعني ما عم تكذب عليها؟ لا اعوذ بالله شو هالحكي.
شو ناوي تعمل هلا؟ عم دور على شغل بعد الظهر بس ما عم لاقي، كله بده دوام كامل. ليش انت حضرتك شو بتشتغل؟ موظف بوزارة السياحة. موظف بوزارة السياحة؟ بقسم شؤون الساحل. وشو بيعمل قسم شؤون الساحل هاد؟ يعني مشاريع. قصدك عندكم مشاريع؟ مشاريع تعاونية كتير منيحة. ايه مثل شو؟ يعني لها علاقة بتطوير الساحل والمنتجعات وبالتالي سياحة. الله، ايه احكي لي لشوف. انت شو بتريدي بالضبط؟ والله بدي اعرف تفاصيل، يعني خبرني اكثر عن هالمشاريع. يعني هي المشاريع بعدها على الورق، بمجرد ما ينحط الاساس عم ترتفع الاسعار ضعف خلال الايام. عن جد؟ ببالك شيء يعني؟ ايه اذا شيء ظريف ليش لا؟ انا جاهز اجيكي مخططات. خلص اتفقنا. بكره انا بجيب مخططات وانت بتنقي على كيفك. خلص اتفقنا. تكرم عينك. لحظه شوي بس انا ما خلصت. هلا بتروح تطلب ايدها لناديا. بتكذب على ابوها، بتقول له انه انت فايت بمشروع سياحي. بس بس شو؟ هلا بطالع لك قرشين من هون وانا بزد لك راتبها لناديا، لا تخاف. يعني ايه بيمشي بس فاجأتيني. يلا روح بسرعة، روح. طيب إذا هيك هلا بروح. ها وأنت مثل العادة عم تتسمعنا؟ طيب معقولة هي ما اسمها؟ خلص اليوم مسامحة. روح معه؟ روح الله معكم. شكرا كثير. شكرا. باي. أنا كل يوم بسأل حالي أنا شو دخلني؟ أنا مهندس وعندي مكتب وماشي حالي. صحيح الشغل وقف بسبب الأزمة بس رح يرجع يمشي. الناس بدها تبني، بجوز ترجع تبني أرخص بس بدها تبني. مهم ماشي الحال. خدمت عسكرية مثل كل الشباب، ولو قالوا لي روح حارب كنت رح روح، بس ما حدا قال لي. ما بيشتغل بالسياسة مو كل الناس بتشتغل بالسياسة. لكان ليش هذا الإحساس بالإهانة؟ لك أنا شو طالع بإيدي إذا الحوثيين اللي ما كنت سمعان فيهم من سنتين ثلاثة اتقاتلوا هني وأهل اليمن الثاني؟ ولا السودان اللي صار 20 شقفة؟ ولا هاي الدولة اللي عم بتبيع غاز لدولة عدوة وغنية وببلاش؟ من شان شو؟ هذا هو الإحساس بالإهانة. كل شيء عم بيصير قدامي بحسسني بالإهانة. ما عاد إلي عين ألفظ كلمة فلسطين، لأنه لما بقولها بيطلع عبالي ابكي مثل النسوان. والله لما انتصرنا بجنوب لبنان طلع مين يسب ويشتم اللي انتصروا على إسرائيل. كيف ما بدي أحس بالإهانة وإهانة شخصية؟ أنا فادي مراد عم إنهان شخصي شخصيا. والعنكة من هيك انه عندي احساس اني انا بدي موت انا وحاسس بهاي الاهانة. لك انا واهانة هاد بحر من الاهانات. ما في اي بارقة امل. فادي، هذا الكلام اللي عم تحكيه هلا حكيته وقت كنا بطرطوس اجتك النوبة القلبية. الله يوفقك. بلا استرنا هلا، استرنا الدنيا اخر ليل، وين بدي اعتل فيك هلا؟ Thank you.
لوين روحي؟ اشتريت لك جزدان بجنن، هذا اللي بتحلمي فيه على فكره دائما. بسيط، لا بزيمه ولا عده ولا له منفوخ ولا له مدور ولا له مستطيل، جزدان انجليزي بحت. يسلموا حبيبتي. سافرت نهاند وقالت للعايدة قبل ما تسافر إنه فادي بكي. فادي قال للعايدة إنه ترجع، بلكي بيقدر بحبه ليزن. وبركي ما مشي الحال، يعني بركي ما حبه. إما هاد حكينا. ما بتعرفي بركي حبه. والله شي بحير. وشو كمان؟ قال فادي إنه ماهر أبداً ما منيح. كذب. بتلاقي مثل ما عم قلك. وأنا ما عم بحكي مع منى. لساتنا متخانقين، ماني عارفانه شو بدي اعمل. شو عم بيصير بلاي؟ يعني حاسه الدنيا عن جد كلها عم تمشي بلاي وانا قاعده. ايه فتك بشغله. امبارح كان 40 ام عزيز. وعملتوا له ختمه؟ ايه عملنا له ختمه. شي بيحزن؟ حزن كثير. ليش هيك عم بصير؟ والله ما بعرف. يا ريتنا ضلينا على كلمة مناح. باي. ليكي ليكي هلون الجزدان الشريف. ايه شكراً.